بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الكومباراتيف ستومك ان ديفرنت انيمال. هنتكلم عن الستومك في الحيوانات المختلفة، في الحصان، في الدوج، في البيج، في الرومنان. عند نوع الستومك في الحصان والدوج والبيج بتبقى مونولوكولار، الدوج بتبقى مونولوكولار سيمبل، بينما الهورس والبيج بتبقى مونولوكولار كومباوند. يعني ايه مونولوكولار؟ يعني غرفة واحدة. ويعني ايه سيمبل ويعني ايه كومباوند؟ سيمبل يعني كل الجلاندولار كل اللارنج بيسلم بيبقى جلاندولار. يعني ايه كومباوند؟ كومباوند يعني اللي فيه جلاندولار وفيه نان جلاندولار. بينما نوع الاستومك بالرومننت بيبقى مالتي لوكولار، يعني عديد الاغرف، وكومباوند استومك يعني في منها جلاندولار وفي منها نان جلاندولار. فنبدا نشوف عندنا العينات. عندنا ديك الاستومك بتاع الدوج. الاستومك بتاع الدوج بتبقى نوعها شكلها بيبقى عندي يو شيب او في شيب، بيبقى نوعها مونولوكولار سيمبل ستومك. مونولوكولار سيمبل ستومك لانها غرفه واحده زي ما احنا شايفين، ادي الديودرم وادي فتحه الفؤاد، والليزر كيرفتشر بيعمل عندي ديب انجولار نوتش، بتبقى عامله ده بسميها الديب انجولار نوتش، شكلها عامله زي ما شفنا ده الفي شيب او اليو شيب. ده الستومك بتاع مين؟ بتاع الدوج. ده الجريتر اومنتوم ماسك في الجريتر كيرفتشر بالنسبه للدوج. الاثنين دول بتوع الهورس، عندي بتاعه الهورس اهي، واحده مفتوحه وواحده مقفوله، شكلها بيبقى جي شيب او جي شيب جي شيب. عندي ده الشكل بتاعها، الليفت اكستريمتي بتاعتها بتبقى عامله حاجه اسمها السقس سيكس، فتحناها من جوه اهيك لان نوع الاستومك هنا لقيناها مونولوكولار كومباوند استومك، لان لو فتحناها كده هنلاقي فيها شكل غير غدي اللي هو النان جولاندر اللي عامل زي القطيفة، ده المارجو بولايكيتس. وبعدين الجولاندر ثلاث أجزاء، كاردياك فاندك وبايلوريك. ده بعدين الجزء المنتفخ ده كده، الجزء المنتفخ من الليفت اكستريميتي ده بسميه السقس سيكس. ده بالنسبة للاستومك بتاع مين؟ بتاع الهورس. نيجي بعد كده للاستومك بيج. الاستومك بيج شكلها بيبقى سي شيب، بيبقى شكلها سي شيب شكل حرف السي. عندي في جزء منتفخ كده او جيب موجود عندي بسميه الدايفرتيكولم فنتريكيولي. الدايفرتيكولم فنتريكيولي الجيب ده بيبقى موجود عندي كونكال باوتش موجود حوالين الكارديا، وده بسميه الكونكال باوتش عندي اهو، ده بسميه الدايفرتيكولم فنتريكيولي. ادي الجيب اهو يا جماعه اهو، ده بسميه الدايفرتيكولم فنتريكيولي. ادي الجيب بتاعنا اهو، ده بسميه الايه؟ الدايفرتيكولم فنتريكيولي. الحته دي كده اهي الجيب ده بسميه الدايفرتيكولم فنتريكيولي. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاستومك بتاعت البيج. اما بنفتحها كده فتحناها بالشكل ده كده لقيناها برضو في جزء منها غدي وجزء منها جلاندولار، لانها مونولوكولار كومباوند ستومك. اما بنفتح كده بالشكل ده كده، ده الجزء الغدي اهو اللانجلاندولار اهو، وادي الجزء الغدي. عند منطقه البايلورس، ادي منطقه البايلورس اهي، بلاقي فيه دايليتيشن. الدايليتيشن ده والبروز ده بسميه التورس بايلوري. ده عباره عن ماسكولار بروجكشن فايبرلاستيك تيشو مسل تيشو موجود في التورس سفنكتر او البايلورس سفنكتر، اسف، موجود في البايلورس سفنكتر. عشان البايلورس سفنكتر في البيج بيبقى ويك، فده بيعمل سبورت له ماسكولار باند كده او بروز اسمه البايلوريك سفنكتر. دي بقى اسمه البايلوريك سفنكتر. في حاجتين مميزين في البيج لازم نبقى عارفينهم، حاجه اسمها الدايفرتيكولم فنتريكيولي. الدايفرتيكولم فنتريكيولي البتاع دي اهي الجيب ده، وعندي في حاجه اسمها الايه؟ التورس بايلوري. التورس بايلوري يبقى في حاجه من جوه اسمها التورس بايلوري، وحاجه من بره اسمها الدايفرتيكولم فنتريكيولي، وشكل السمك بتاعتها بتبقى سي شيب. يبقى احنا كده خلصنا السيمبل المونولوكولر، اسف، المونولوكولر السمك اللي هي في الهورس والدوج والبيج. نيجي بعد كده للرومننت ستومك. ادي شكل الرومن اهي، قلنا بيبقى لها اكتر من جزء، عندي ده الرومن، الكره ديت الروتيكولم، ده قصدي الكره ديت الاميزم، وده الروتيكولم، واللي عامل زي الاستومك الحقيقيه دي بسميها الابوميزم. اربع كومبارتمنت، ادي الرومن اهو في دورزال ساك وبنترال ساك زي ما هنقول كمان شويه، وادي الكره ديت اللي هي الاميزم، وده
الروتيكولوم وده اللي هو الايه الابوميزم. الابوميزم عند الرومل لو فتحناه كده هنلاقي فيه بابيلا اللي هي البتاع ديك الخطوط او البروزيت ديك بسميها البابيلا اللي في الدورزال ساك بتبقى اكبر من الفنترال ساك. امال ايه الخط العضلي اللي في النص ده؟ ده بسميه الرومنال بيلر، ده قابل للرومنال جروف. يعني لما اجي نسلك المكان ده كده هنلاقي فيه هنا جروف، في مجموعه من الجروفات موجوده فيه، من الجروفس موجوده في الرومن وبين الرومن والرتيكولم واجزاء الرومن واجزاء الدرزل والبنتراسك، ده بسميها المقابل من بره جروف ومن جوه بيبقى بيلر، ده بسميه الرومنال بيلر. يبقى ده البيلر وديك الايه البابيلا وده البابيلا. بعدين ده الدرزل ساك وده الفنترال ساك. عرفنا الاثنين من بعض ازاي؟ شايفين شكل الفنترال ساك هنا عامل ازاي؟ البابيلا بتاعته تبقى كبيره، تبقى ويل ديفلوب البابيلا بتاعته او الخطوط او الحاجات اللي طالعه من الرومن ده بتبقى كبيره، حجمها كبير. انما في الدورزال ساك بتبقى ال ديفلوب. ليه؟ لان ما بيحصل فيرمنتيشن ويطلع على السطح ياكل، يعمل تاكل للبابيلا ديك فحجمها بيصغر. من عند ده الفنترال ساك وده الدورزال ساك. عندي ادي الروتيكولم وما نيجي هنقطعه في عينه لوحدها ونشوف الريتيكولار سيل، الخلايا اللي عامله زي الهونيكومب سيل، الخليه السداسيه هنشوفها على عينه لوحدها وشكلها مميز في الشيب والاوكس. بينما ده الاميزم بيبقى عامل زي صفحات الكتاب، عباره عن الاميزه اللامله، لا من ني اميزه لا من ني، بيبقى لها اكتر من نوع بيترقموا من 1 لحد 4. اكبر واحده او اطول واحده بتبقى رقم 1، واصغر واحده او في الاتباع بتاعها رقم 4. يبقى نقول ديك 4 والكبيره قوي ديك نقول عليها 1. دي اللي هي الاميزه اللامنيه، الاميزه اللامنيه في الاميزم. الابوميزم ديك لو فتحناها هنلاقيها اللي هي الجلاندولار ستومك اوف روميننت، ولو فتحناها لا برضه متقسمه لثلاث اجزاء كاردياك وفندق وبايلور. ديك الروميننت ستومك على بعضها، الروميننت ستومك على بعضها بالاربعه كومبارتمنت. خدنا اجزاء منهم بقى، ده كده ده الرومن، ده جزء من الرومن، ده اللي هو الفنترال ساك اوف رومن، لان الرومن البابيلا تبقى ويل ديفلوبد، بيبقى ويل ديفلوبد. بينما ديك ده الروتيكولم، الروتيكولم شايفين الخلايا بتاعت الروتيكولم تبقى عامله زي خلايا النحل هانوكومب سيل، تبقى خلايا سداسيه، خلايا سداسيه، مجموعه خلايا سداسيه موجوده في مع بعضها، ده بسميها الايه الروتيكولار سيل. الروتيكولار سيل ديك في الشيب وده الاوكس. احنا ده الحاجه اللي هنميز الشيب عن الاوكس في الرومننت انيمال. في الاوكس بلاقي الخلايا السداسيه اهي موجوده اهي، والفري بوردر بتاعتها سموث، والهيت بتاعها بيبقى 10 ل 12 ملي. يبقى انا عندي ادي الخلايا السداسيه اهي، بس دي بتاعت اوكس ودي بتاعت شيب. الفرق بين الاثنين ايه؟ البوردرز او الهيت اوف روتيكولار سيل 10 ل 12 ملي، والفري بوردر بيبقى سموث. امال ايه الفرق اللي هنا؟ الفرق اللي هنا في الشيب، الفري بوردر بتبقى سريتد، بتبقى من شريط الشكل، والارتفاع بتاعها بيبقى صغير، بيبقى حوالي 2 ل 3 ملم، 2 ل 3 ملم في الطول بتاعتها. يبقى ده الروتيكولم في شيب وده الروتيكولم بتاع الاوكس. امال ده ايه ده؟ ده الاميزم، ده الاميزم قلنا اللي هو عباره عن زي صفحات الكتاب، اميزا لامنلي الصغيره قوي بتبقى 4 والكبيره قوي بتبقى 1 1 2 3 4 على حسب الطول، اكبر حاجه الواحد والاصغر اللي هي الايه الاربعه. يبقى عباره عن مجموعه من اللامنلي وفيها اميزا بابيلا برضو طالعه من اللامنلي، يبقى ده بسميها الايه الاميزم، ده الاميزم. الاميزم شفناه هنا هو لوحده مع السمك على بعضها. فانا كده اتكلمت عن السمك في الديفرنت انيمال.